السلام عليكم، معكم طلال نقار. حابب أبدأ معكم سلسلة جديدة أو محاضرة جديدة بعنوان تاريخ التهوية الآلية، عبارة عن مجموعة مقاطع صغيرة، ربما توتل حتكون مدتها ساعة كاملة أو أقل إن شاء الله. مناسبتها أني قرأت مقال جميل بيلخص تاريخ التهوية الآلية، هذا المقال صادر بأبريل 2021 من عدة أشهر، كاتبه نيل ماكنتاير. هذا الشخص من الأشخاص المخضرمين، في له مقالات ربما بتعود للثمانينات عن التهوية الآلية. أنا لما بسمع أو بقرأ أنه هو كاتب مقال، أنا من الأشخاص اللي ببحث عنهم صراحة. مقاله جميل جدا جدا، وبيلخص تاريخ التهوية الآلية خصوصا بالفترة الأخيرة اللي هي 1970 ل 2020، آخر 50 سنة. المقالات السابقة كانت تخوض كثير من التاريخ السحيق قبل 1950، ربما ما له علاقة بالممارسة اليومية، فبحث تاريخي أكثر منه بحث عملي. هذا البحث بحث عملي حقيقة، حقلكم كيف استفاد هذا المقال من مقال سابق صادر بال 2015 لارثر سلاتسكي، كمان هذا من الأشخاص المخضرمين، وأنا مقالاته لما بتنزل بحب ببحث عنهم حقيقة. والشخص الثالث هو روبرت كيك ماريك، كمان هذا المقال صادر ب 2011، كمان تاريخ التهوية الآلية. هذا ما هو طبيب، هذا معالج تنفسي من المخضرمين، ربما بدأ ممارسته ب 1960 تقريبا، بالستينات، 50 سنة من الممارسة. توفى من فترة قريبة على فكرة، من عدة أشهر، بأبريل 2021 بالضبط. كتاب الاسنشال اوف ميكانيكال فنتيليشن كان من تأليفه، هو من الكتب الأولى اللي قرأت فيها واستفدت منها بالتهوية الآلية، فربما يستحق أن نفرد سلايد لأنه نذكره بالاسم. مين هو الاودينس تبعي؟ مين هي التارجت تبعي؟ التارجت حقيقة الشخص اللي جاي يتعلم تهوية آلية، ما بنصحه يسمع هاي المحاضرات أبدا لأنه ما حيتعلم شيء منها. ربما الشخصين اللي ممكن يستفيدوا منه، شخص ما له علاقة أبدا بالعناية أو التهوية وحابب يسمع بحث تاريخي، فربما يكون مفيد أو يستمتع بهيك نوع من المحاضرات، أو إنه شخص حاليا عم يمارس طب العناية المركزة، هو فيلو مثلا أو ريزيدنت أو خريج حديث أو قديم ربما، وحابب يوثق المعلومات اللي عم يمارسها أو البراكتس أو الممارسة اللي عم يمارسها يوميا، يوثقها بالإيفيدنس على مدى التاريخ، إيمتى صدر كذا وإيمتى صدر كذا وشو هي الآفاق للمستقبل. ربما هي الشريحة اللي ممكن تستفيد كثير على هي المحاضرة. حنشوف السلايدات، ربما هذا المخطط حيقسم الفترة الزمنية كل 10 سنوات، ايش صار فيها، ايش الدراسات اللي صدرت فيها، الدراسات الهامة اللي صدرت اللي غيرت مسار العلم تبع التهوية الآلية والعناية المركزة عموما. إضافة مثل ما قلنا، كل 10 سنين تقريبا حيكونوا فترة، أنا ححاول أدمج كل 20 سنة سوا، يعني قبل 1970، من 1970 ل 90 حتكون محاضرة، بعدين من 90 ل 2010 محاضرة، بعدين بعد 2010 محاضرة، يعني حيكون توتال 5 محاضرات مع المقدمة، كل واحدة منهم حوالي 10 دقائق، إن شاء الله ما أطول فيهم. رؤوس أقلام حأستعرضها بحيث تكون إن شاء الله مفيدة للجميع. بالمناسبة مثل ما بجوز الأغلبية بيعرفوا، أنه حاليا نفذت نسخ التهوية الآلية بالمكتبات بدمشق. هذا الكتاب صدر، الطبعة الرابعة صدرت بديسمبر 2020، طبعا 1000 نسخة وزعناها بسعر التوزيع اللي هو كان 1000 ليرة بهذاك الوقت، ولا زالت أو استمرت حوالي 6 شهور. نفذت كل النسخ الحمد لله، وإن شاء الله تكون وصلت لأيد الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا منها وممكن يخدموا فيها المرضى، ولو أنقذنا حياة مريض واحد من وراء القراءة بهذا الكتاب، فأنا بيكون أجري وصلني إن شاء الله. كتذكير إنه هذا الكتاب صدر أول مرة عام 2007، أعيد طباعته بال 2010 دون تعديلات، وبال 2014 ربما هو الأساس لما اشتغلت عليه بشكل مكثف، أخذ مني حوالي سنة تقريبا من الإعداد. أصدرته بنهاية 2014، و2020 أصدرنا الطبعة الرابعة، وإن شاء الله بنعمل على تحديث الطبعة الخامسة. ليش بدي أحدث الطبعة الخامسة؟ في ديسمبر 2020 بنفس شهر صدور الكتاب نزل عدد كامل بمجلة الانتنسيف كير ميديسن عم يحكي عن التهوية الآلية، حوالي 14 أو 15 مقال مميزين حقيقة. فاطلعت على محتواهم، يبدو في معلومات ممكن حدث فيها محتوى الكتاب، وإن شاء الله يا رب يعني بيكون الكتاب أب تو ديت بشكل مستمر. إن شاء الله بنعمل على إعداد الطبعة الخامسة قريبا. بتشكركم مسبقا على المتابعة، وإن شاء الله يا رب راح تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله. السلام عليكم.